سلام، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ اش اخباركم؟ مزيان؟ كلشي بخير؟ اش كتعاودوا؟ عواشركم مبروك وعيد مبارك سعيد ان شاء الله بجميع المتمنيات يا ربي. اليوم جيت نشارك معكم واحد الحلوه صراحه غزاله وسهله. انا مش نعرفش الحلوه، كنعرف غير هذه الحلوه هذه صراحه كتجي غزاله ديال فلو. مهم خليكم معايا، انا نشوف المقادير نشوف كيفاش هكا كتصايب. يلا ما تمشيو فين، خليكم معايا فاصل وصنعوا وصل. يلا ها نخليكم دابا. ها هما جوج كيسان ديال، تنحتاجو جوج كيسان ديال السنيده، جوج بيضات، خميره بيضاء وخميره حمراء، كنحتاجو الفلون ديال الفريز، فلون ديال الشوكولات، فلون ديال الفاني، كنحتاجو لجوج زبده مانغارين، هي اصلا كيجي فيها نص كيلو وهذه كل وحده فيها يعني 250 غرام، والطحين حسب الخليط. يلا مهم دابا نبداو على بركه الله. من بعد ما صايبت الزبدة مع السنيدة غادي نزيدو دابا البيض. من بعد ما تجمعات العجينه كنفرقوها على ثلاثه، كل وحده كنديروا فيها اللون ديال الفلون. Thank you.
هذا هو الشكل النهائي ديال الحلوى ديالنا. صراحة كتجي زوينة بزاف وسهلة.